هذه هي الصور التي بثها التلفزيون الإيراني السبت لما قال إنها تجربة ناجحة لصاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر. وحسب قائد في الحرس الثوري الإيراني فإنه يمكن تزويد صاروخ خرمشهر الجديد برؤوس متعددة، في حين يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن لدى بلادهم التكنولوجيا اللازمة لزيادة مدى صواريخها عن 2000 كيلومتر. ويثير برنامج الصواريخ الباليستية الذي طورته إيران قلق قوى دولية ودول إقليمية. مصر تطوير إجراء وإجراء المزيد من تجارب الصاروخية في انتهاك صارخ لروح الاتفاق النووي. نؤيد أثر ذلك زيادة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني ومواصلة تقييم الاتفاق وشروطه. وسبق الإعلان عن التجربة الصاروخية الإيرانية الجديدة رفض الرئيس حسن روحاني وضع قيود على برنامج بلاده الباليستية في كلمة ألقاها أمام عرض عسكري شهد استعراضا لصاروخ خرمشهر في ذكرى اندلاع الحرب الإيرانية العراقية. شئتم أم أبيتم سنعزز قدراتنا العسكرية الضرورية في مجال الردع والدفاع بكل ما نراه ضروريا، لن نقوم بتطوير صواريخنا فحسب وإنما سنعزز قواتنا الجوية والبرية والبحرية أيضا. وتأتي التجربة في وقت تراجع فيه الإدارة الأمريكية الجديدة موقفها من الاتفاق النووي وتهدد بالانسحاب منه. ورغم أن الاتفاق لا يحظر أنشطة إيران الباليستية فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 يطالب إيران بعدم القيام بنشاطات لتطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية.